شوف احنا بالطاقة كثير في المتحف المركزي، بزرعة شو الملابس وشو ملبس ملك. يا سلام ملبس ملك، وشو اللون ديالو كبير خضر، اللون ديال اجي خير عزيز، هيدا ديال ماركم كامل، ديال ماركم 1900 كذا. شوف هنا هادو الناس اللي وول اوف اونر، يعني حائط الشرف، اللي فيه بعض الناس القديمين، بعض الزخارف. هادي لانفيت بوتري، يعني لندن، هادي من انجلترا، مش من هون. هذا فانوس، يعني هذا من النحاس. واحد واش حتى الشكل، يعني حتى الشكل. وانا اعرف ان هذا، انا اعرف ان هذا البوت، هذا هو من ابداعات السكان الاصليين. هذا وهذا عزيز، قيمته ما يزيد على مليون دولار. هذا صعب الان، هذا لان هذا المفروض هذا ما يزيد على مليون دولار في القيمة. هذا هو السير بوت، بحال مسير، بحال كنوين، الكنوين اللي هي التجديف، وتيكون شخص واحد. وهذا من مصنوع من الخشب والقصب والجلد. صور قديمة على كيفاش كانت الحياة في كندا، ربما هذه صور اللي أليستون أونتاريو قديمة، هذه أليستون بيرون ريفا، وكيفاش كانت المدينة في القديم. هذا المكان، هذا هو الواد اللي كنا عليه أخي عزيز، هو الواد اللي كنا عليه، ولكن في القديم ماشي كنا عليه حنا اليوم. كيفاش تشوفوا هنا مجموعة ديال الصور، كيف كانت القناطر، كيف كان شكل القناطر، كيف كان شكل ملابس الناس. هي فقط صور احتفظ بها الانسان للتاريخ، للتعبير عن ما كان. شوف يا اخي هذه قنطره قديمه، وكان الملاحظه هو ان القناطر كانت تعتمد على الخشب. هنا كما تشوفوا الاخوان، هذه مجموعه من الشخصيات المهمه، بلا ما نقراو اني لويس جورج جيفري 1890 كوين بيرد 1926 ميري انجس 1870 دونالد جراهام ماكفرسون 1870 جون لو جوزيف هادو اسكتلندا، الاشياء اللي في الحقيقة كبيرة. كما تشوفوا الاخوان شتي واحد الصورة، هذه كاملة انها صور قديمة، وبالاضافة الى العلم الكندي، دائما ما يسميه اخي عزيز بالطاغوت، العلم الكندي يرفرف في وسط الحارة. هناك من يشوف هذا هو الآخر جزء من البيت، قرب يا أخي عزيز، هذه مدينة كما تنشوفوا هنايا. هذه قنطرة ليس بالأخشاب وإنما بالحجر، ربما هنا تحول في البناء كما تشوفون خلال هذا الوقت. This building is the home of the South Central Museum established August 21, 1959. This initial display will be removed. الإخوان شفناكم
خير اخوان، شفناكم على خير وبخير، وتنتمنى هذا شويه ديال التصوير يعجبكم او هاد شويه ديال المعلومات تستافدوا منها. وهذا كان فقط اهداء لامي، لان امي فيها السكري، داء السكري. وبالمناسبه هذه انا نتمنى كل المغاربه انهم يلتزموا بالحميه وانهم يحافظوا على رسوم ويحافظوا على صحتهم، انطلاقا من ان هذه المرض يمكن التفاعل معه ويمكن التعايش معه. وواحد المغربي قال سي الحق عليا، ولهذا تحيه طيبه والوالدة الله يفرسك. السلام عليكم.